قالوا لعلي رضي الله عنه: ما بالكم ترضون بإمرة أبي بكر عليكم؟ يعني أنت ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. فقطع رضي الله عنه على القائل لهذه المقالة. هذه المقالة يعني وراءها ما وراءها، وراء الأكمة منازعة لأبي بكر رضي الله عنه. فقال رضي الله عنه: رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فما بالنا لا نرضاه لدنيانا، يكون سفيرا بيننا وبين ربنا، إماما في صلاتنا التي عليها قوام الدين. ما نرضاه على الشاء والبعير والدينار والدرهم وهي خسيسة لا تساوي شيء بالنسبة للصلاة. فسكت المتكلم. فإذا منزلة الإمامة بالناس والقراءة للقرآن التي بوأت صاحبها هذه المنزلة منزلة عظيمة، منزلة عالية، منزلة رفيعة. يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. ولهذا لما جاءت الأعصار المتأخرة وضعف إتقان القرآن وحفظه عند السلاطين والأئمة والملوك، صاروا هم أئمتنا يقودوننا بكتاب الله، ونحن أئمتهم نصلي بهم بكتاب الله جل وعلا. فهم عظمهم في حيازة الإسلام وحمايته، وحفظة القرآن وحملة الشريعة منزلتهم وعظمها في تقدمهم على سلاطين الدنيا وإمامتهم بهم لهذا الكتاب. ألم يرفعهم الله به؟ الله أكبر. لكن من يفكر مثل هذا التفكير ويستنتج مثل هذا الاستنتاج؟ إن منزلة الإمامة عالية، ولهذا يحق للسلاطين أن يعتنوا بها وألا يعينوا فيها إلا الكفء لها والأهل لها، القائم بكتاب الله قولا وعملا، لأنه سيكون حينئذ محط أنظار الناس وثقة الناس. فصاحب القرآن ليس بهين.